شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هو يا ابن آدم، الكلام التي تتكلمه يا ابن آدم كله مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكبير الصغير، أي كلمة الذي تنطقها يا ابن آدم يسجلها ربنا تبارك وتعالى كراما كاتبين بأمرهم، يأمرهم ربهم تبارك وتعالى ويقول لهم يا ملائكتي سجلوا كلام عبدي كراما كاتبين. الكلام التي تتكلمه يا ابن آدم كله مكتوب، كله مكتوب، وسوف تحاسب، وسوف تحاسب، وعملك محسوب، وغدا أنت عند الله مطلوب. غدا، ولماذا غدا؟ ليش غدا؟ ممكن الليلة، الليلة ينتظر ملك الموت ليقبض روحك. ولكن في مشكلة، المشكلة الكبيرة أنك عندك ذنوب، المشكلة الكبيرة أنك لا تتوب، المشكلة الكبيرة ما تتوب، ما أقسى قلبك بين القلوب، فتب إلى علام الغيوب، وأكثر من الصلاة والسلام على طبيب القلوب، لعل الله تبارك وتعالى يشرح صدرك وتتوب، ويدخلك جنات الخلود. نعم، ويدخلك جنات الخلود. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، ربنا تبارك وتعالى رحيم، ربنا تبارك وتعالى عظيم، ربنا تبارك وتعالى عليم بذات الصدور. الله جل جلاله عظيم، الله تبارك وتعالى ذو انتقام، الله تبارك وتعالى شديد العقاب وغفور رحيم. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الحي الذي لا يموت، سبحان ذي العزة والجبروت، كل من عليها يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، كل من عليها يموت ولا يبقى إلا ربك الحي الذي لا يموت. سبحانك يا الله، ما عبدناك حق عبادتك، ما عظمناك حق تعظيمك، أنت الرب المعبود، أنت الإله المعبود، ليس إله سواك وليس رب سواك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعم، إنا كنا من الظالمين. إخواني، يجب أن نعلم أن الله غني عن العالمين، يجب أن نعلم أن الله غني عن العالمين، حتى لو أعرضوا وكفروا عن عبادة رب العالمين فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا كفر الكافرين، بل الله الغني عن عباده إلى يوم الدين، بل لا يزيد ملكه توحيد الموحدين ولا شكر الشاكرين، ولا ينقص من ملكه عصيان العاصين ولا إيش كفر الكافرين، بل الله غني عن جميع خلقه إلى يوم الدين، بل الله غني عن جميع خلقه إلى يوم الدين، حتى إيش تقوم الساعة. وربنا تبارك وتعالى يحذرنا وينبهنا، يا عبادي، يا عبادي، أنكم تخطئون بالليل والنهار، استغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد ما نقص من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر
قلب رجل واحد ما نقص من ملكي شيئا يا عبادي. وينادينا ربنا تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الغفور، هو الودود، هو الحليم، هو الأليم، هو ذو انتقام، وهو العزيز الغفور ذو انتقام. يجب أن نعلم كما قلنا أن الله غني عن العالمين، حتى لو كفروا وأعرضوا عن عبادة رب العالمين فهو سبحانه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه صلاة المصلين. الله غني عن جميع خلقه إلى يوم الدين، بل لا يزيد ملكه توحيد الموحدين ولا شكر الشاكرين، ولا ينقص من ملكه إيش؟ عصيان العاصين، بل الله الغني ونحن الفقراء إلى يوم الدين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم أيها الإخوة،